بالفعل لدى كرة القدم عكسية تماما، ممكن أن يوتشاتيلي يسجل لك هدف في آخر دقائق. الكرة الآن لعبت وما فيها شيء، والكرة الله، هدف أول يأتي لبونيتكور. كنت أتحدث ضياع الكم من الفرص، ضياع الكم الهائل من الفرص. قد يندم بونيتكور لكن يرد على كلامي بهادر بردايف في الكرة الماضية التي تعانق جباك نادي تيوتشاتيلي إكس ماكس السويسري بكرة نعم تمهدت له، وبالتالي ما يأتي بعد التمهيد بالتأكيد سوى التسديد، وهدف يأتي في الدقيقة 73 عن طريق بهادر بردايف لصالح نادي بونيتكور، ويتقدم بونيتكور.